انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا كنت موجوده من الناس اللي هي بتختار البنات، بنختار يعني اكتر بنات انه مكتوب عليهم الحاجات المفروض ان انا اختارها في ملكه جمال مصر. طبعا زي ما قلنا في مواصفات معينه، عندك طول معين، عندك جسم معين، عندك شكل مفروض احنا يعني لازم يبقى متقبل انك تقدري تبصي لها، يبقى عندها طبعا تبقى جميله بس ما نقولش انها صارخه الجمال، ولازم يبقى عندها معلومات مهمه جدا عشان تعرف ترد على الاسئله اللي موجوده، ولازم تبقى عارفه هي هتعمل ايه كمان للبلد، حاجه هتفيد البلد لما تيجي تسافر هتعمل ايه لمصر. في ناس كويسه قوي متقدمه، وفي ناس انا مبسوطه بيهم انهم اخذوا القرار انهم يخشوا حاجة زي كده، لأن مش كل الناس تبقى حابة أنها تعمل حاجة زي كده، بس هم عندهم ثقة أنهم يعملوا حاجة زي كده وأنا مبسوطة بيهم جدا. بس طبعا في مواصفات هي يعني مش منطبقة عليهم شوية، بس في بنات عندهم يقدروا أنهم يعملوا حاجة، أنهم يخسوا في وقت، يعني سألنا الأسئلة دي في وقت قليل، في حاجات ممكن تتعامل يعني قدرنا نسألها لهم أنهم يقدروا يعملوها أو ولا لأ. يعني اوريدي مشاركه كحكم، وبعد كده البنات انا هسلمهم اللي هنختارهم، طبعا همرنهم اتيكات وكاتوك ازاي يمشوا مشيه المشيه المفروضه بتاعت عارضه الازياء والحاجات دي كلها، عشان هم محتاجين ياخدوا سيلف كونفيدنس، ثقه لما يخشوا في حاجه زي كده ويقدموا مسابقه يبقوا عارفين يمشوا ازاي، يقفوا ازاي، يتكلموا ازاي، كل الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لهم. بصي احنا اخترنا ناس وحسينا ان عندهم ثقافه، بس هم محتاجين يبقى عندهم ثقافه اكتر، فاحنا في ناس كتير قلنا لهم لازم يقروا، لازم يتعرفوا على حاجات كتير قوي، وفي ناس طبعا قلنا لهم سالناهم لو يقدروا يخسوا، في ناس قلنا لهم لو يقدر يتعمل فيهم حاجات تجميل في وشهم يوافقوا او ما يوافقوش، اوريدي كل الحاجات دي مهمه، واحنا في الاخر خالص هنختار الناس اللي احنا شايفين انهم مناسبين انهم يروحوا لحاجه زي كده. بتمثلي بلدك، فلازم تختاري احسن حاجه تقدر تمثل بلدك. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتيوبس.com.